تنعد السجون الروسية من أشد وأقوى السجون في العالم بشكل عام، ودائما السجناء الموجودة بالسجون الروسية بتعاني منها كثير، بس على قد قساوة السجون الموجودة في روسيا إلا أنه هذا السجن هو أقصى وأخطر السجون الموجودة في العالم، سجن الدولفين الأسود القريب من حدود كازاخستان، بيصنف الأكثر رعب والأشد بين كل سجون العالم. خليك معنا عزيزي المشاهد بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بقصة جديدة وموضوع جديد. بس قبل لا نبلش في الموضوع، مش ضايلنا ولا اشي على 1000 مشترك، كم واحد يا محترمين وثوني ومنوصل بإذن الله. وإذا انت كنت من 90% اللي بيشاهدوني ومش مشتركين بالقناة، بتمنى تغير هالنمط وتشترك يا عزيزي، وخلينا نكمل في حلقتنا بعد الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سجن الدولفين الأسود، بيدير هذا السجن العديد من الحراس، كثير من الحراس برقم مش طبيعي. ليش؟ علشان هذا السجن يا عزيزي مخصص للسفاحين المتوحشين، فيهم قتلة وسفاحين وحتى أكلين لحوم. يعني باختصار، كل واحد بغضر يهرب من هالسجن أو غضر يطلع منه لهالسجن، راح كمان مرة يهدد حياة الناس لخطر. عشان هيش بخذوه وقلوا له تعال يا حبيب تفضل وكأنك زلمة يطلع من السجن. الطريقة الوحيدة عشان تطلع من هالسجن طريقة واحدة فيش غيرها، بس انك تموت. بكل واحد من الحراس اللي بدوره بيكون عريف صرح هذا التصريح، سموه الدولفين الاسود، وهو على فكرة مش اسم رسمي، سموه بس عشان التمثال المحطوط على مدخل هذا السجن، دولفين لونه اسود. واللي بنى وشيد هذا التمثال هم السجناء. السجن فيه حوالي 700 سجين متنوع من اكثر المتهمين بقضايا القتل والارهاب وحتى اكلي لحوم البشر. انت بتخيل خطورة هذا السجن اصلا على الحراس اللي بيحرسوه غاد؟ على الرغم انه الحراس كثير، بس الناس الموجودة جوا بالذات ما لهم امان وفيش شو يخسروا. سجين اسمه نيكوليوف، واحد من السجناء، وروى سبب دخوله للدولفين الاسود، وقال كان هو صديقه قاعد زيه زي اي اجنبي في الحياة بشرب بسكرهم كيفي. صار هيك شجار بسيط بينهم، الاخ شو عمل؟ قتله. مستكفاش بس انه قتله، سحبه لحمام بيته وقطعه واكل لحمه. شوف الخباث اللي جاي لقدام، من اللحم اللي ظل جسمه قطعها زبطها واعطى مرته هذا اللحم وكلها. يا مره خذي هذول، هذول لحم كنغارو، طبخي لي اياهن زبطي لي اياهن. وبعد ما مرته طبخت وزبطتهن بعثها لواحد من اصحابه، وهذا اكل اللحوم يعد من واحد من ابشع المجرمين بروسيا. يعني باختصار هو لك الشجار بينه وبين صديقه حجة بس عشان يوكل لحمه، ولا بس مات يعني شافه وفتحت نفسه الله اعلم. تقريبا الجرائم اللي مرتكبينها السجناء في هذا السجن حوالي 3500 جريمة، يعني بما يعدل 5 لكل مجرم. وهذا الاشي بورجيك قديش انه هذول السجناء خطرين كثير على المجتمع، وقديش مفيد للناس اللي حواليهم انهم ينسجنوا بالذات بهذا السجن. واللي يفوت هذا السجن كفلوا عليه باب الزنزاني خلص، يعرف انه مش راح يطلع منه بحياته لانه محكوم عليهم مؤبد ومراقبين 24 ساعة. طب لما بتحمموا، لما واحد يفوت يعمل زي الناس برضه مراقبين 24 ساعة بالتمام والكمال. وعشان الحارس يوصل زنزانة السجين او يدخل للسجين لازم يفتح 3 ابواب حديدية، واصلا هي تنعد زنزانة جوا زنزانة، والزنزانة طولها بس 4 امتار. ومش لك حبيبي، لا مش بس لك لحالك، 4 امتار إلك ولشريكك بالزنزانة، إلك ولكمان حدا في الزنزانة. وفوق إنهم محبوسين بزنزانة جوا زنزانة و4 متر، وإنت وحدا بالأوضة مش لحالك. كل 15 دقيقة بيجي حارس يفحص إذا إنت بالزنزانة أو لا. يعني هذا الإشي بيثبت لك كديش السجين جوا بيعاني، وكديش المجرم يمكن يصير يفكر لك قدام في هذا السجن في روسيا ويكون بده يعمل أشياء غلط بس بسبب هذا السجن مش راح يعملها. يعني إذا بتقارن هذا السجن بسجن ثاني، بتشوف السجن الثاني فندق بالنسبة له. ويحرصوا الحراس انه السجناء ما يعرفوا تصميم السجن، يعني بيكون السجين جوا السجن زي التايه. وعشان السجناء ما يكسبوش تعاطف الحراس، اسمع هاي علي، اسمع هاي، على كل باب زنزانة مكتوب السبب اللي دخل السجين لهي الزنزانة. يعني كل ما قلب الحارس لام يقرأ الجرائم اللي عملها اللي بتغزي زي وجهه طبعا للسجين، يكون يا قاتل متسلسل يا مختصب يا ارهابي يا اكسر قديش كاتل من الناس يا اكل لحم صاحبه، برجع بكسر.
وكل ما بدهم ينكلوا سجين من زنزانة لزنزانة، أول إشي بينحوا ظهره، بربطوا إيديه وبغمضوا عينيه عشان ما يتذكروا الممرة، والإضاءة شغالة كمان 24 ساعة مع المراقبة حتى لو كانوا نايمين. وكثير من السجناء أصلا بفضلوا الإعدام ولا إنهم يعيشوا في هيك سجن، يعني الصراحة معهم حق، لأنه جوا الكلب بيكون عايش أحسن منك بعيد عن السامعين، وليومنا هذا ولا حدا يعرف يهرب من هذا السجن. وشكرا لك عزيزي المتابع عشانك وصلت للحلقة لهون. إذا مش مشترك بالقناة بتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا، مش ضايلنا إشي للقلب، كلهم 10 ونوصل للقلب. وشكرا لكل حدا بيدعمني وبكتب تعليق حلو زيه، الله يسعدكم يا رب، ولقاءنا في الجاي في الحلقة الجاي بإذن الله الواحد الأحد. السلام عليكم ورحمة الله.